يا ألف أهلا وسهلا. النهاردة هنتكلم في حلقة جديدة من ألف باء إعلام. يمكن اتكلمنا في حلقتين قبل كده وقلنا ما تخليش حد يشتغلك بالبلدي، في حاجات كتير جدا تستطيع أن تتحقق منها، الصور، الفيديوهات، حاجات كتير الناس بتقدر إن هي تعمل إشاعات وإن هي تعمل كتير من البلبلة بحاجات ربما هي أصلا تكون ملهاش وجود في الواقع. طيب انا كمستخدم عادي او كصحفي لسه مبتدئ، ايه اللي ممكن اعمله علشان محدش يضحك عليا وفي النهاية اكون مضطر اني اقدم اعتذار انا او المؤسسة بتاعتي، او في النهاية ربما يكون الموضوع في استقالة او اضطرار اني اسيب مكان عملي بسبب هذه الغلطة او هذا الخطأ. النهاردة هنحاول نتكلم بصورة سريعة جدا عن بعض الحاجات المشهورة عند ناس كتير وازاي احنا نقدر نستخدمها علشان نتحقق من المعلومات، ونقول يلا بينا. هنتكلم سريعا عن شوية حاجات، يعني لو خدنا بالنا من الشاشة. أول حاجة بنتكلم على جوجل ايمجز. في جوجل ايمجز زي ما احنا شايفينها هي خدمة بتحاول ان هي تتحقق من الصور، وبيسموها بخاصية البحث العكسي او reverse search. يعني انا بدور على صورة معينة، ادور على صورة دي ليه؟ علشان في حاجات هتقول لك ان في قدام قصر الاتحادية في مظاهرات كمثال، في وقت من الاوقات ابتدت ناس تفبرك صور. مؤخرا مع أزمة كورونا ابتدينا نشوف ناس جايبة مشردين وناس في الشوارع بيقولوا ان هم في مصر، واحنا ما كناش عارفين هل هم في مصر ولا لا، رغم انك بتمشي في الشارع وما بتشوفش الحاجات دي. ناس تالتة جابت صورة اسد، وناس جابت صورة خرتيت وقالت ان هو كان ماشي في شوارع القاهرة علشان أزمة كورونا وانتشارها. ازاي نقدر نتحقق ونشوف فعلا هل الحاجات دي والكائنات دي كانت موجودة في مصر ولا لا؟ عن طريق جوجل ايمجز، ان احنا بنحاول ندور عن اي صورة من الصور، سواء ان احنا نحط بيست ايمج يو ار ال، ان احنا نجيب الموقع اللي عليه الصورة ونحطه هنا www. ونحط اي حاجة موجودة معانا ونبتدي ان احنا نشوف هل فعلا الصورة دي موجودة ولا لا. او الاوبشن الثاني ابلود ان ايمج، ان انا بحمل الصوره الموجوده معايا، وطبعا هختار ان الملف ده موجود فين وابتدي ان اشوف يا ترى فعلا الصوره دي ليها وجود او حاجه شبهها ليها وجود ولا لا. طبعا زي احنا شايفين طبعا النت بعافيه حبتين، فربنا يقوم بالسلامة. دي كانت يعني لقطة سريعة عن جوجل ايمجز وازاي ان احنا نستخدمها. نقطة تانية برضو يكون عندي جوجل مابس. جوجل بصراحة عاملة حاجات كتير جدا علشان الناس البسيطة تقدر تتحقق من حاجة معينة. لو فاكرين لما كنا بنقول ان الصين بتعذب المسلمين او بتعذب طائفة معينة منهم وبتضطهدهم في شعائرهم، وكان عندنا تحقيق من البي بي سي بيحدد اماكن معينة ويجيبها قبل سنتين وقبل 3 سنين والكلام ده كله، زي ما احنا شايفين طبعا كلنا عارفين ان احنا يعني اي مكان بنقوله على سطح الكرة الارضية جوجل بتقدر ان هي توصل له وتشوف ايه اللي كان موجود في المكان ده، حتى لو انا بتكلم من سنة او من سنتين او الكلام ده كله، وتبتدي تقول لي ايه التضاريس بتاعت اللي هي موجود. فاي صحفي لازم يكون عنده فكرة ازاي ان هو يقدر يستخدم جوجل مابس بكفاءة عالية جدا. زي ما احنا شايفين هنا ان المكان اللي انا ببقى موجود فيه بقدر ان انا اتعرف عليه من القمر الصناعي، او ان اشوف الاماكن القريبة منه واشوف ايه اللي بيحصل فيها، سواء كان الشكل زي ما احنا شايفين كده، هل صحراء، هل هو مكان فيه مية، هل هو مكان فيه شكل لسجون او غيره من الحاجات اللي انا بقدر اني اعرف منها المكان طبيعته ايه. نقطة كمان، نقطة المكان ده يا ترى هو زحمة او مش زحمة، وهيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا لو انا شغال في تحقيقات استقصائية وقالوا ان في حادثة موجودة في المكان الفلاني، فلما ادخل على جوجل مابس فالاقي في تكدس والاقي في
كتير من الخطوط الحمراء اللي انا بتكلم عنها طبعا يعني يمكن دلوقتي اي حد او معظم الناس اللي هي بتسوق على الطريق بتبقى بتستخدم جوجل مابس بشكل كبير. جوجل مابس برضو مفيد جدا للصحفيين كوسيله للتحقق من بعض الاخبار جزئيا، وفي كتير من التريكات اللي لازم نحاول نتعلمها بشكل كبير جدا. النقطه كمان موقع اسمه والفريم الفا، الموقع ده عليه كنز من المعلومات زي ما احنا شايفين معانا عندنا ستيب باي ستيب سوليوشن. لو انا في مساله مش عارف ان هي تتحسب ازاي عندنا هنا، وطبعا للاسف يعني الصوره ممكن تكون بعيده شويه كده كويس، عندنا يونتس وميجرز لو انا هحول من وحده لوحده، اشخاص معينه هسال عنهم، هسال على الحاجات الصحيه، هسال على ماليات، هسال على حاجات مدهشه، فنون، فيزياء، الى اخره من الحاجات اللي انا عمال اتكلم عنها واشوف ايه اللي موجود فيها. اي سؤال طبعا الموقع ده هيجاوبني عنه وهيفيدني بيه مصادر. وطبعا هنا لو قلت مثلا اكسبلوجن في اي مكان هنشوف ان هو هيجيب لي طبعا كل تواريخ اللي حصلت فيها وكل الاحداث اللي هي مرتبطة بيها بشكل كبير جدا. مش بس كده، طبعا ابتدى ان هو يتحرك معايا ويجيب حاجات شبيهة، طبعا يمكن هنا بيتحول معايا ليه ان هو بس بيحولها لوحدات. نقطة كمان ان انا ممكن اعمل له ابلود لحاجة كمان اسرش عنها، ودي طبعا حاجة لطيفة جدا، وكمان ما قلناهاش في جوجل ايمجز ان انا بسرش على جزء من لقطة الشاشة او اني بقول على سكرين شوت من فيديو معين. كنا بنشوف الكلام ده مع هجوم الحوثيين او رد قوات التحالف او غيره من الفيديوهات اللي حد كان بياخد صورة وبيحللها، او لما كنا بنشوف صفقة صواريخ معينة او اسلحة معينة وبتيجي لقطة مثلا لأسامة بن لادن في جبل معين بيقول كلمة للمقاتلين اللي معاه او الارهابيين والجهاديين اللي معاه، وبالتالي بنحلل الجبل ده موجود فين ومين اللي ممكن يكون موجود معاه. وطبعا كان بيحصل كتير من الضربات الاستباقية علشان قدروا يحللوا المكان ده، بس علشان دخلوا وابتدوا يستخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي علشان يعرفوا هو موجود في اي مكان او اي دولة. نقطة كمان بنتكلم على حاجة اسمها تويت ديك. تويت ديك من الحاجات اللطيفة جدا والمشهورة جدا عند الناس، سواء كان انك بتنشر على تويتر نشر مجدول، طبعا ده من الحاجات القليلة اللي موجودة، يعني عندنا بافر وعندنا تويت ديك من الحاجات المشهورة جدا في النشر المجدول، او انك تعمل سكيدولينج لنشر حاجات تويتات او ما شابه. طيب بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في حاجات كتير جدا. اول حاجة اني كشخص عادي عايز اتابع فلان، فانا عندي فولو وانفولو علشان تجيني الاخبار اول باول من شخصية معينة، وليكن دونالد ترامب مثلا، فانا هعمل متابعة ليه وهشغل معايا، هفعل معايا الستار او النجمة اللي هي موجودة في البداية مع متابعتي لاي شخص موجود. انا هنا مثلا هكتب اي حد مشهور، مين مثلا ممكن نقول جونسون مثلا، اي حد من اللي احنا بنتكلم فيه، ديلي شو مثلا من البرامج اللطيفة، يعني والله يعني ربنا يكون في عون النت الموجود. طبعا الناس كلها قاعدة في العزل بسبب الحج كورونا، وطبعا يعني اعتقد ان طوب الارض شغال دلوقتي على الانترنت. طيب يعني على كل حال، فهنشوف اي حد من الناس دي ونقول ايه مميزات تويت ديك. تويت ديك بيعمل عندي يعني كل الحاجات اللي بيعملها تويتر بشكل سريع جدا، الكوليكشنز ان انا بجمع الحاجات اللي انا عايز اجمعها، ليست ان انا عايز اعمل قائمه بالرياضيين السياسيين في امريكا، السياسيين في لندن، السياسيين في اي مكان، لاعب الكوره، اي قائمه. هتفيدني في ايه؟ هتفيدني ان انا لو فعلت الستار او النجمه في متابعتي لتويتر، بمجرد ما بيتنشر الخبر انا بعرف اني او يجي لي اشعار ان فلان نشر خبر على تويتر، وبالتالي انا بكون متابع اول باول، محدش يقدر يقول لي ان حساب فلان قال كذا او عاد كذا، لان خلاص انا عندي الحاجات دي بشكل كبير. تويت ديك برضو بتجيب لي لو في تويتة معينة اتذكر فيها حاجة، فبتجيب لي كل الحاجات دي. لو قلت مثلا مصر
فالمفترض يعني هو بيعمل ابديتنج دلوقتي يجيب لي كل التويتات او تغريدات اللي ذكر فيها اسم مصر. وبالتالي لو حد قال لي النهارده في ناس كتير جدا بتتكلم على المصريين بالخارج كمثال، فانا هكتب المصريين بالخارج، هجيب كل اللي اتكلم عن المصريين بالخارج في كل التويتات بتاعتهم، بل اني ممكن كمان اعمل حفظ للتويتات دي لما بعد. نخش بقى سريعا على الكنز اللي احنا بنتكلم فيه. الكنز اللي انا بتكلم فيه النهارده هو كروم ويب ستور. طبعا اي حد معاه موبايل، ازيك يا حاج محمد وشكرا انك بتتابع وتشوف. اي حد معاه موبايل فهو عنده اب ستور، سواء كان على ابل او على اندرويد او غيره. كروم ويب ستور نفس القصه، في حاجات كتير جدا من الادوات اللي احنا ما بنستخدمهاش، من ضمنها حاجه اسمها ستوري فول مالتي سيرش. ستوري فول مالتي سيرش ان انا بدور على اصل القصه، ولكن طبعا الموقع معقد حبتين، فمحتاج ان يكون عندك صبر انك تتواصل معاهم علشان يدولك حساب وتبتدي انك تسجل اسماء اسمك وبياناتك علشان انك تقدر تسجل حساب. الناس المشاركه معاهم كل اللي انت شايفه معايا، اي بي سي نيوز، الجزيره، فيسبوك، جوجل نيوز امريكا، كتير من المنصات الاعلاميه الكبرى موجوده معاهم، وبالتالي انت بتستفيد قائمه بحث اخباريه بشكل لطيف وبسهوله كبيره جدا. ده بالنسبه لي ستوري فول، حاول انك يعني تاخد لفه فيه. النقطه الثانيه لما اتكلم على جيت هاب طبعا للمطورين، نقطه هو از لوك اب او هوستد نت. لو انا عايز اعرف ان موقع معين مين اللي بيمتلك الموقع ده، يعني دلوقتي بتكلم على الاهرام الكندي، ده موقع مثلا بنسميه كده بلغه السوق موقع تحت السلم، لا علاقه له لا بالاهرام ولا بكندا، وبالتالي حد بقول له انت شفت الكلام ده فين، يقول لي انا شفته في الاهرام الكندي. طبعا للاسف الشديد مفيش حاجه ليها كريديبيليتي عاليه او مصداقيه كبيره اسمها الاهرام الكندي، وبالتالي انا هنا لو شفت مثلا www. مثلا اي موقع من المواقع اللي انا بشوفها، الاهرام مثلا اهو، هنشوف الاهرام وكندا .com، هنشوف يعني المفترض بيه ان هو يبقى لطيف كده ويقول لي ايه القصه ومين بيمتلكه. ما لهمش كمان موقع، يعني هتلاقي كمان صفحات على او ربما يكون مش مكتوب بالشكل اللي انا كاتبه، فمعنى ان مفيش موقع موجود يبقى غالبا بتكون صفحه سوشيال ميديا بس، زي عين مصر مثلا، ودي صفحه من الصفحات اللي تنشر اخبار بشكل كبير ومكثف، يعني بتلاقي ان في علامه تعجب كبيره على الصفحه في الفتره اللي فاتت. عين مصر مثلا مسجل .com، يبقى انا كده بعرف اني ادخل اشوف مين اللي يمتلك الدومين نيم اهو، لو انتم شايفين في اقصى الشمال معانا وبيقول لي مين مسجله وكل التفاصيل اللي موجوده للحساب، وبالتالي بيفيدني ان اقدر اعرف مين اللي بيملك الحساب ده. طبعا دي كانت يعني لفه سريعه عن بعض ادوات التحقق اللي احنا بنتكلم بيها انك كصحفي تحاول تكون موجوده في ايدك، او كشخص عادي ان محدش يضحك عليك ويقول لك معلومات هي معلومات مغلوطه وبالتالي انت تشير من غير ما تعرف ازاي تتحقق. شكرا ليكم ولمشاهدتكم، ان شاء الله يعني نتقابل في مره ثانيه من الف باء اعلام. اتمنى ان احنا نقدر مع بعض نقدم حاجه مفيده وبسيطه ودمها خفيف، ونقدر ان احنا نتعلم مع بعض. شكرا لكم، ان شاء الله نتقابل في حلقه ثانيه من الف باء اعلام، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.